هاد المواد ماشي مخلطة، هذا عدس ديال الخارج اللي هو كندا مع عدس ديال البلاد اللي كانت راه شحال هادي تم الحجز ديالو من طرف السلطات. دابا اليوم غير عملية الإتلاف هي اللي كاينة. حجز كان هاد السيد كان خاد واحد الكمية من العدس ديال البلاد اللي هو واحد الثمن ديالو اللي هو شوية طالع، كان تقريبا ديك الساعة 22 درهم مع العدس ديال الخارج اللي كيشبه ليه واحد شوية القديم اللي كيدير 11 12 درهم، كان الفرق ديال الثمن وداكشي. وكانت عملية الخلط بيناتهم بجوج باش سالت غش بواحد المعنى وصافي باش يتم بيعه بالثمن ديال العدس ديال البلاد. هو ماشي فاسد 100%، ولكن عاد ملي تخلط وداكشي ولا بحال ما كيتسمى مغشوش كيولي فاسد، لان يعني المده اللي شدوها فيه شويه راه طولت واحد شويه. كنشوفوا مع بر ناس يمكن كان هو ديك الساعه تيخلط وجاتو السلطات المحليه جاو خلطين فيهم القايد وهذا والناس المسؤولين جاو كلهم. تم الحجز ديال تقريبا 2000 كيلو ليا جوج طون ديال العدس. لا 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 هي ما فيهاش خطر باش نكونوا واضحين، ما نكذبوش على الله، انا هو عدس ما عدس لا ماشي هو فاسد. هو العدس واخا تيقدم واخا تكون عنده عام وعامين ما فيش ضرر، ما كاين فيه لا ضرر لا والو، واخا تكون عنده عامين بالنسبة لهذا بالعكس كتزاد فيه نسبة الحديد بالنسبة للعدس الأقدام باش تكون الفكرة، النسبة ديال الحديد كتزاد فيه واحد شوية. بالنسبة للعدس باش تعرف فيه فاسد كيتم أنه كيكون مخرج كيتقبل بخوشة اللي كنقولوا حنا إلا ما كانش مداوي وداكشي، أو راه كيولي كيتفرتت هو لا كيتفرتت راه ما بقاش صالح للأكل. اما انا باقي مزيان راه كيتكال عادي ما كاينش مشكله. لا ما عمرها وقعت هاد نفس السوق، اول مره عمرها وقعت، اول مره كيتم هاد الخلط بهاد الكميه الكبيره بحال هكا وكيتم الحجز ديالها اللي راه واحد المده هي محجوزه. يلا عطاو الاوامر باش يتم الاتلاف ديالها. وبطبيعه الحال احنا دابا ولينا في عبر القنوات وهذا راه شويه فيها اساءه بالنسبه لي، ولكن الحمد لله كاين شخص واحد هنا ما يمكنش غادي يضر السوق كامل. حضروا في الوقت المناسب وتم الحجز وتم الكميه داروا المحاضر ديالهم وداك الشيء. كانت لونصا كان جميع المسؤولين في هذا الميدان وداك الشيء كانوا بحال دابا نفس كانوا جميع السلطات المحليه وداك الشيء كل شيء حاضر، جميع كاع اللي عندهم علاقه بالجهات المسؤوله وداك الشيء كاع اللي عندهم علاقه بالاتلاف وداك الشيء كل شيء حاضر.